مرحبا بكم في نوتر شان يوتيوب لي ديليس دو فنيدا. اليوم جبنا لكم اون ريسيت دو تورتيا ولا لومليت. لي تري سامبل اي تري فاسيل ا رياليزي. ما عليكم غير تبعوني وتشوفوا كيفاش وجدتها. باش نوجدوا لا تورتيا يلزمنا حبات تاع البطاطا، 6 ل 5 حبيبات تاع البيض، شويه تاع المعدنوس، البصل قطعته اون لاميل، شويه ملح وشويه فلفل الكحل. بون لا فاسون لي نقسمو بها البطاطا واش نواسيو، ناخذو حبه البطاطا نقسموها هكذا اون دو بالعرض، ومن بعد نزيدوها هكذا بالطول، باسكو البطاطا تاع هادي لا تورتيا ما تجيش نورمال، ما تجيش خشينه كيما البطاطا مقليه عادي. ناخذو هكذا نقطعو فين مون فريمون رقاق هكذا. ولا انا لقيت هذه ليدي، خديت هادو ما تاع لي يواسيو بها يقطعوا بها البطاطا وكامل، واسي هكذايا سي بلو رابيد ويجيكم شرائح كيما بالموس. فوالا انا كملت قطعت البطاطا تاعي كامل. دوك ناخذ الملح ونملحها بالطبع ونبدا نقلي فيها. ودوك كي نقليوها نوري لكم لا فاصون كيفاش تقليوها. ما لازمش تكون محمره بزاف، جوست لي باغوا تاع المقله يبداو يحمارو تبداو ترفدو، ونوري لكم لا ميثود كيفاش تبداو تحطو فيها. اي فوالا دوك هكذا ملحنا، نملحوها بالطبع بالملح ونبداو نقليوها. بون هكذا نبداو نقليو صافي تماما. ودوك غير تبدا تنقلا يبداو لي باغوا تاع هذه البطاطا يحمارو تاع هاد المقله، ومن بعد نبداو نرفدو فيها ونحطو فيها في هذه المقله الكبيره اللي رايحين نخدمو فيها لا تورتيه تاعنا. شوفوا هكذا اي بدات تحمر البطاطا تاعنا في لي كوتي، هي اللي من الفوق يتبان لكم بيضه بصح هي طايبه، باسكو علاش رقيقه بزاف. صافي نرفدوها هكذا، نرفدوها كيما قال نقطروها مليح، معليش نجبدوها بالكوتي نقطروها بيان ونحطو في المقله هاديه لان حنواسيو فيها الخبزه تاعنا تاع لوملات ولا تاع لا تورتيه. شوف من الفوق تقعد فيها بيضه، من تحت شغل تبدا تحمر تبدا تتقرمش هكذا هكذا. نبداو نسطفو فيها في هذه المقله اللي راح نخدمو بها، ومن بعد نكملو الباقي. قطروها مليح باسكو تتلقى الماء هكذا. دوك نكملو نقليوها كامل دو سيت فاصون. شوفوا كيفاش شغل تقعد بيضه الطرف، شوفوا كيفاش يبداو يحمارو، ترفدو وتحطو في هذه المقله اللي رانا حين نواسيو فيها الخبزه تاع لوملات تاعنا ولا تاع لا تورتيه. هكذا نكملو نقليوها كامل. ان لا فورني الاخرى تاع البطاطا اللي قعدت لي واش نواسي، نزيد عليها هذاك لو بول تاع البصل هكذا ونخلطها بيان. هذه البطاطا اللي بقات لي الاخرى، تما بقات لي شويه لا ديرنيير اللي نقليها هكذا ونحطها نقليها بالبصل. فوالا الان ناخذو هذوك 6 حبات بيض فقستهم، نضيف عليهم الملح بيان، نسيلهم شويه تاع فلفل الكحل شويه ما نكثرش، هاكا نزيد شويه ملح. فوالا ونكب عليهم هاد لو بول تاع معدنوس ونضربهم بيان بلا فورشيت. فوالا صوبتها كامل هذيك البطاطا، ستفتها بيان. ونوصيكم حاجه، المقله هذه قبل ما تكبوا فيها البطاطا ما توسيولهاش الزيت، باسكو ديجا راهي فيها الزيت، كي كنا رانا نحطو في البطاطا راهي كانت هذيك البطاطا تلقنا في الزيت، تما سي با لابين نزيدولها شويه زيت من تحت ولا.
دوقوا شنو واسيو ناخذوا هذاك المعدنوس والبيض اللي طربناهم نكبوا اون بارتي من الفوق ماشي كامل جوست اون بارتي هكذا باش بارتي الاخرى نخليوها من الجهه لي من تحت لي من اللور باسكو من بعد دوك نوريكم كيفاش تقلبوها شوفوا صوبوها بيان هكذا صوبوه هكذا شوفوا هكذا وخليوها اكتيف ما تقويولهاش للنار باش ما تنحرقش غير تشوفوا البيض بدا يجمد في لي كوتي تسمى في هادوما لي باغوا تاع المقله تاعنا في لي كوتي تاخذوها وتاخذوا خطيوه وتقلبوها دوك نوريكم كيفاش تواسي ني كيفاش نقلبوا ناخذوا خطيوه نحطوها هكذا نقطروا من الزيت شوفوا شحال تحبط منها الزيت شوفوا يفو فيغ تري اتونسيون بعد قلبوها سيت فاسون من بعد نحركو نزلقوها هكذايا ها هي يعني عاود تقلبتها دوق عاود حطيتها فوق النار دوق نكبلها لا بارتي لي بقات لي دوزيام تاع المعدنوس مع البيض فوالا هكذا نكملو نستفوه بيان نزيد نقطروها بوغ لا دوزيام فوا لا دوزيام اي لا ديرنيير تما نقطروها ونعاودو نقلبوها فوالا شوف هكذا هي واعره شويه في القليب ونعاودو نرجعوها فوق فوق النار غير شويه اي فوالا هاي لي كلاطورتيه ديالنا وسينا لها شويه تاع القارص جات واش نقول لكم الله الله جربوها وخليو لي ان كومونتير ما تنساوش تابونيو على نوتر شين يوتيوب اي تبارطاجيوها مع ناسكم وحبابكم تبقاو بسلامه